نقلنا مباشرة من بيروت مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، نقلت لنا انطلاق هذه التظاهرات والتجمعات التي وصلت إلى ساحة الشهداء من مختلف المناطق وإضاءة شعلة الثورة أمام مرفأ بيروت بعد تفجير 4 أغسطس. بالفعل روبار، كان يوم طويل من التحركات في شوارع بيروت، في أحياء بيروت، وأيضا في كل المناطق اللبنانية. يعني حتى الساعة هناك العشرات بل المئات يتجمعون في منطقة جل الديب والذوق شمال بيروت، وأيضا في طرابلس شمالي البلاد، للتذكير بأهداف 17 أكتوبر، الاحتجاجات التي انطلقت قبل عام بالتحديد. الآن هنا في ساحة الشهداء وفي وسط بيروت انتهت هذه الاحتجاجات بعد مواجهة سريعة مع قوات مكافحة الشغب مع عدد من المتظاهرين. أبعدت المتظاهرين من هذه المنطقة وعاد حتى السير إلى طبيعته. كان يوما طويلا، يقول المتظاهرون إنهم سيستمرون رغم كل الصعوبات الأمنية والسياسية والاجتماعية والمالية، رغم كل ما حدث، ويلقون بالاتهامات على الطبقة السياسية اللبنانية التي أعلنوا مسؤوليتها عن انفجار مرفأ بيروت، عن تقصيرها وإهمالها في هذا الموضوع، وأيضا اعتبروا بأنها لم تستمع للشعب اللبناني وصرخاتهم منذ عام بالتحديد في التظاهرات والتحركات التي حصلت. لم يكن هناك أي إصلاح، أي محاربة للفساد، لا بل استمرار لنهج المحاصصة في البلاد. وحسب ما علمنا هناك اتفاق بين عدد كبير من المجموعات على تأمين بديل سياسي لمواجهة الطبقة السياسية، ليس فقط في الشارع إنما أيضا بالسياسة وفي نشاطات أخرى. مراسلنا سلمان العنداري مباشرة من وسط العاصمة اللبنانية بيروت.